ليه الاشخاص اللي مركبين بيرسينج او رسمين تاتو ما ينفعش يتبرعوا بالدم؟ التاتو بتاعك بيبقى جزء من جهازك المناعي، مع كل بيس اوف ارت انت بتحطها على جسمك بتبدا مسلسل درامي بملايين الموتى وتضحيات عظيمه، وبتحرك جهازك المناعي لانه يحميك من نفسك. بص خليني احط لك تاتو ونعمل زوم على الجلد كده عشان نشوف ايه اللي بيحصل جوه. الجلد هو اكبر اعضاء جسمك وبيتعامل بيه مع كل حاجه حواليه. تريليونات من البكتيريا بتقف على الجلد كل يوم وبتحاول تخترقه وتخش جوه جسمك، لكن الجلد بيطيرها. ايوه يا صديقي بتطير. كل الجلد اللي انت شايفه ده جلد ميت. الطبقه الحيه من الجلد تتكون على بعد مليمتر من سطح الجلد ده. في الرحله للسطح خلايا الجذعية او الستيم سيلز بتنسخ نفسها باستمرار وبتنتج خلايا جلد جديده، وكل خلايا جديده بتزق واحدة قديمة لفوق لحد ما توصل للسطح. وفي السطح ده لما بتنضج الخلية وبتكبر بتتحد مع الخلايا اللي حواليها، بتنتج حاجة اسمها اللاميلر بوديز، ودي عبارة عن اكياس صغيرة كده بتنتج دهون بتكمل الفراغات اللي بين الخلايا وبتخلي الجسم ووتر بروف. وكأي حاجة صديقي ليها بداية بتوصل للنهاية وتنشف الخلية دي، بعد كده تطير من على الجلد. في نظرية كده انا اللي حاططها بتقول ان مش كل الاتربة اللي بنشوفها جوه البيت دي مصدرها الشارع وانها جاية من بره، لا دي ممكن تكون من الناس اللي عايشة في البيت. والاتربة اللي في الجو والشارع دي 90% منها مننا، حتى التربة الطينية اللي بنزرع فيها دي خلايا جلد انسان ميتة مع شوية قشرة شعر تعرضوا لعوامل بيئية وشوية مية. لو لقيت يا صديقي الحياة على الكوكب ده هتقف، انت النواة والعالم كله ذرات بتلف حواليك. انا عايزك تتخيل ان كل ساعة في 2 مليار خلية ميتة من جلدك بتطير. كم انت عظيم يا صديقي المثقف. المهم ان دي الطريقة اللي التاتو المؤقت بيسيب جلدك بيها عن طريق التقشير. عشان نعمل واحد دايم لازم نخش اعمق من كده بشويه. تحت السطح اللي بنشوفه على جلدنا ده في طبقه تانيه اسمها الديرمس، مليانه بالاجهزه والشعيرات الدمويه زي النهايات العصبيه والخلايا الحسيه اللي بتدينا القدره على الاحساس بالجلد، وصيلات الشعر والغدد العرقيه اللي بتحافظ على توازن الحراره جوه جسمك، وكمان الخلايا المناعيه اللي واقفه في وش اي عدو ممكن يخش على طريق الجلد. المكان ده بقى هو اللي بيستقر فيه التاتو. لو قربت شويه هتلاقي ان في 6 ابر كبيره بتخترق 50 طبقه من خلايا الجلد السطحي وبتسيب وراها اخرام كتير جدا، لانها بتضرب الجلد مرتين كل ثانيه، وده بيخلف وراها ملايين من الخلايا اللي اتدمرت والشعيرات الدمويه اللي اتقطعت. كل ده غير البكتيريا اللي دخلت عن طريق الفتحات دي. حتى لو كنت دورت على مكان كويس بيطهر ادواته، فالتطهير اللي بيعمله بيقضي على 99.9% من البكتيريا اللي موجوده على السطح اللي هيشتغل بيه. حس انه بيطهر الديتوكس. العمليه دي بتخلي الجهاز المناعي يتخض من هول المنظر والدمار اللي حواليه. بيبعت كائنات دقيقة اسمها الميكروفيجز، ودي كائنات بتحتوي البكتيريا جواها وتحللها وتفرز مواد كيميائية بتخلي الشعيرات الدموية تطلع السوائل اللي فيها وتخلي المكان ده يورم ويحمر عشان يسيطر على نزيف مئات الأخرام اللي عملتها إبر جهاز التاتو. لكن وسط كل ده في مواد كيميائية غريبة داخلة كمان الجسم، مصنوعة من مواد خطيرة ومسرطنة زي الرصاص والنيكل والكروم. الجهاز المناعي بيلاقي نفسه وسط فوضى من الخلايا الميتة والبكتيريا والسوائل والدم والصفائح الدموية اللي بتجاهد عشان تقفل ثقوب الجلد، ومئات من الخلايا المناعية الجديدة والحبر. صديق المثقف احنا لو فرضنا ان جسمك قد الخلية، فخلايا الحبر هتكون بالنسبة لك زي كلب كبير او مبنى ضخم. مهم ان جهازك المناعي شغلته ان يعرف مين انت ومين مش انت عشان يقضي عليه ويخلصك منه. الميكروفيج بتحاول تعمل ده، بيبقى شكلها زي الاخطبوط، بتفرد دراعاتها تمسك اي جسم غريب وتدخله جواها وتفرز احماض بتدوب اي حاجة. بس في حالة الحبر الموضوع صعب، مش بتقدر تعمل ده، الحبر مش بيتأثر بيها بجنيه. اخيرا جهازك المناعي بيستسلم للوضع ويبطل يضحي بجنوده، لكن بيحاول يمنع الحبر انه ينتشر عن طريق انه يحاوطه من بره بس ويثبت على كده. كل المعارك دي بتحصل وانت عاطف قوي في نفسك. خلاص خلصت المعركة وبقى عندك وش الوان وزاهية ولطيفة وانت مبسوط. مش بقولك عاطف، بيعدي اسبوع ورا التاني جسمك يعمل اللي عليه ويعوض كل الخلايا اللي فقدتها، وتبدأ خلايا الجلد الميتة تتطاير ويطلع بدلها جديد، والالوان تبهت لان الحبر خلاص ما بقاش في الجلد بس استقر جوه ملايين من الميكروفيج وحصراه ومثبتاه في مكانه عشان ما تتسممش بيه. وهو ده اللي بيخلي التاتو
دايم. بس الحقيقة المرة يا صديقي ان مفيش حاجة بتدوم. معظم الوقت الميكروفيتش دي بتكبر وبتموت وبيجي بدلها خلايا صغيرة عشان تاخد مكانها، وساعات الحبر بيهرب منها وبتلاقي التاتو بتاعك شكله اتغير واطرافه ما بقتش حادة زي الاول. زهقت انت بقى منه وحبيت تروح تشيله بجلسات الليزر، مع ان جهازك المناعي بيتوسل اليك عشان ما تعملش ده، بس الليزر حرفيا بيكسر جزيئات الحبر وبيسلق الميكروفيج الشجاعة وبيجي غيرها يحافظ على اللي باقي في مكانه، واللي بيتكسر بقى من الحبر بيروح في سوائل الدم ويخرج مع البول. صديقي لو بتفكر كده ترسم وشم باسم حبيبتك ولا حاجة انصحك تفكر مرتين، لان زي ما قلت قبل كده مفيش حاجة بتدوم. انا لو منك هرسم جهاز المناعي يا عم، ده اللي بيحبني وبيدافع عني والراجل يعني ليه افضل كتير على راسنا والله. كنت سألت سؤال في اول الحلقة، ليه اللي مركب بيرسينج او راسم تاتو على جسمه ما ينفعش يروح يتبرع بالدم؟ الاجابة هي انك لو لقيت واحد بيعقم الجهاز بتاعه تعقيم جراحي وكمان بيعقم جلدك بالبتادين وبياخد كل احتياطات مكافحة العدوى، ففي يا صديقي فيروسات مش بتموت بسهولة زي فيروس بي وفيروس سي والايدز. الفيروسات دي ممكن تتنقل عن طريق ابر التاتو، عشان كده منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء حطت شروط للمتبرعين انه ما يكونش عامل تاتو او حتى خرم جسمه عشان بيرسينج لفترة 3 شهور على الاقل قبل التبرع، عشان دي الفترة اللي بتظهر فيها الأجسام المضادة اللي بينتجها الجسم لو دخلوا أي حاجة من الفيروسات دي. أظن أنا كده جاوبت على السؤال. لو استمتعت بالحلقة وحابب تشوف حلقات زيها ممكن تتابعني، وياريت تسيب لي كومنت يشجعني إن أكمل. وإلى اللقاء.